السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة خديجة أم فاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل أن نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أخواتي في الله، اليوم غنقسم معكم الحرشة اللي بحالها بحال ديال المحلبات. إن شاء الله البنات اللي ما كتستقشي معاهم فدخلوا تفرجوا إن شاء الله، شوفوا الطريقة اللي ساهلة ماهلة بدون حليب بدون زبدة بدون مجهود إن شاء الله، وتصدق معكم. تبعوا إن شاء الله الطريقة ديالي ودخلوا عندي وشجعوني باللايكات والاشتراكات ديالكم، ووصلوا الفيديو الاكبر اعداد من اللايكات والاشتراكات ديالكم. الناس اللي مازال ما انضموا تنقولوا مرحبا بكم عندي، الناس القدام تقولوا من دار داركم، شكرا لكم كاملين لا من بعيد ولا من قريب. ما تنساوش خطكم خديجه في المتابعه، وتقطعوا الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر. كتجي غزاله ما نقول لكمش كيفاش كتجي، زعما مع حسن من ديال المحلبات اخواتي، انا متاكده مليون في المئه ان شاء الله غادي نجربوها وتولي مدمنين عليها. اللي كتجي ساهله ماهله هانتوما اخواتي، الحرشه كلنا كنبغيوها. نمشيو ان شاء الله باش نوجدوها الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله، هنا عندي 500 غرام من السميده ديال الحرشه اخواتي، تكون نوعيه جيده. عندي شويه ديال الملح تصحيح الذوق، كيف قلت لكم ساهله ماهله. عندي هنايا واحد 3 ديال المعالق صغار ديال السكر سنيده، ممكن تنقصوا ولكن راه جات هي هذيك كي تلاحظوا معايا ان شاء الله غادي تشوفوا. هنا عندي نص معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز ولا المعجونه كيف كيف، مهم نص معلقه. درتها هنايا خويت على شي شويه ديال الماء، وغادي نزيدها واحد معلقه عاوتاني ديال السكر سنيده باش تفعل لينا الخميره. هذا سر من الاسرار ديال النجاح ديال الحرشه، ديروا الخميره ديال الخبز. هنا غادي ندير واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات موزن 8 غرام. غادي نخلط الجميع بهذه الطريقه هذه، يعني اخواتي راه ما فيها لا هذه ولا ديك، راه يعني ساهله ماهله. هنا غادي ندير قياس تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت نباتيه، بامكانكم ديروا الزبده ولا ديروا زيت زيتون، انا درت غير زيت نباتي اخواتي. غادي نخلطها بهذا الفوي مزيان ونخلطوا بيديكم بحال بحال، غير خصكم تلبس هذيك السميد تلبس لينا بهذاك الزيت. غادي نحتفظ بواحد شي شويه واحد الكميشه ديال السميده هذه اللي انا ملبسه باش غنوريكم اش غنديروا بها. هنا الخميره راهي تفاعلت لينا، غادي نزيدوها ونزيدوا الماء بارد، يعني من الروبيني ماشي بارد ولكن من الروبين ماء عادي، وغادي نخلط بهذا الشكل هذا. يعني الماء هزات ليا تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء ميعادل كاس العنب اخواتي، وانتم على حسب السميده. صافي كنخلطها هكا تكون شي شويه مطلوقه اخواتي. ها انتم شو كتبان لكم راهي جاريه ولا مطلوقه، ولكن راه كتجي هي هذه. كنخليها تشرب مده تقريبا واحد 4 ديال الدقائق تقريبا، غادي نغطي عليها ونخليها تشرب ونمشيو باش نوجدوا هذيك المقلات. غادي نجيبوا المقلات ديال الحرشه والملاوي، المقله ديال الوجده هكا ديك الغليظه. غادي نجيب واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، فضروري اخواتي اللي عندكم الزبده ديروها. الزبده نقول لكم شنو كتعطي للحرشه، كتعطيها الاحمرار وكتلصقش لينا نهائيا، كتاكدوا بينها ما غاديش تلصق لكم وكتجيكم محمره من جميع الجوانب اخواتي. هذا حتى هو سر من الاسرار، يعني اللي عندكم الزبده هكا زبده عاديه غير ديال الباطا. درت شويه ديال السميده باش نغبر الوجه ديال باش تجينا عاطيه انا ديك القرمشه الحرشه. صافي ومن بعد ما دازت 4 ديال الدقائق تقريبا حتى نشفات لينا هذيك السميده شويه هكا، ديك العجين تنشف لينا شويه. دابا غنجيب واحد الطاسه هكا، يعني الا ما بغيتوش ديروها بامكانكم، ولكن كتجينا مقاده صراحه. كندهنها بشويه ديال الزيت هذيك الطاسه، وغادي نفرغ فيها هذا الخليط او العجين. غادي نخلطها ونبسطها بيديا بحال ما هكا، دائما باستعانه بشويه ديال الزيت في الاصابع ديالنا، ماشي بزاف غير باش ما تلصقش علينا العجين. وصافي وغادي نجيب هذيك السميده اللي هي ملبسه بالزيت، غندير واحد شويه هكا من الفوق كي تلاحظوا ما غير شويه، وغادي ندوز الوجه ديالها بحال ما هكا. صافي وغادي نفرغها في المقله، غادي نفرغها نفرغها بهذه الطريقه هذه كي تشوفوا معايا. صافي نقلبها باش تجينا مقاده. هذا هو الدور ديال هذه الطاسه هذه او الاناء. صافي وغادي نبسطها، دائما كنستعنوا بشويه ديال الزيت في الاصابع ديالنا غير باش ما تلصقش لينا العجين على على يدينا ولا على الصباع ديالنا. صافي كنقرصوا هكا كنبسطوها
فاش خلطت العجين اخواتي راه ما كنبقاوش ندلكو فيه، غير كنخلطوه بالاصابع ديالنا وصافي، باش ماشي نبقاو ندلكو فيه ولا شي حاجه. صافي كنبسط على المقله كامله بحال هذا الشكل، كنقاد ليها الوجه ديالها كي تلاحظوا معايا. وغادي نجيب هذيك السميده اللي ملبسه بالزيت، ضروري كتعطينا هذه الاحمرار والقرمشه، ندير عاوتاني من الفوق عليها، وغادي نحاول نوزعها على الوجه ديال الحرشه كامله بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا شو صافي، وراه ساهله ماهله، وحتى تعمري اتاي كاع وكتديريها زعما ما كديش، هذا غير الطريقه ديال الطياب ديالها شويه كتختلف اخواتي. هنا شعلت البوطه، درتها على نار مجهده على الاول اخواتي، غير اون فوا تبان لكم بدات تتنشف من الجناب ولواحد الفقعه طلعوا، نقصوا البوطه لاقصى درجه، اقصى درجه اخواتي. صافي وغنخليوها حتى تنشف وعاد غنمشيو ان شاء الله باش نقلبوها. صافي غير تنشف لينا بحال ما كنقلبها، بقات شويه من الوسط غادي تنشف لينا. صافي نقلبوا، راه كيبان ليا شي شويه ديال الحمرار من الجناب، وهي البوطه راهي ناقصه اخواتي. وكندوروا المقلات، ندوروا المقلات باش تحمر لينا من جميع الجوانب. من بعد راه غنبقاو ندوروا الحرشه. غادي نجيبوا هاد الخشبه هادي او شي سينيه ولا اي حاجه علاش تقلبوا الحرشه. ها انتم اخواتي يعني تحمرت من جميع الجوانب اخواتي، الدور هكا تنقلبها كي تشوف محمره من جميع الجوانب، كنبقى هكا نضغط على شي شويه باش تاخذ لينا الفورمه ديالها باش تحمر لينا كامله. وهنا من حين الى اخر كنبقى ندورها ندور ديك الحرشه، يعني ما كتحتاج باش ندور المقلات النوبه لانه كندور غير الحرشه بيديها. انتما اخواتي شو يعني بشوي شوي واحد جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق هكا كندورها باش تحمر لينا كامله. انا كندير لها جوج ديال القلبات فقط، كتجيني هي هذيك يعني كطيب ليا على الحق والطريق، راه كتشوفوا لعينيكم اخواتي. نتمنى ان شاء الله عجبكم الاقتراحات ديالي والفيديوهات ديالي، ووصلوا لي الاكبر عدد من اللايكات والاشتراكات. شكرا لكم كاملين لا من بعيد ولا من قريب. انا قلت نشارك معكم هكا البنات بزاف اللي كيتشكاو ما كتبغيش تدق معاهم الحرشه، فطريقه راه ساهله مالاديه ديال المحلبات. ها انتم اخواتي جات محمره من جميع الجوانب، غادي نحيد هذاك الفائض ديال السميده هكا، وغادي نديرها في هذيك الخشبه ديال التقديم. هانت هكا طبيعه الحال غتكون شويه ديال الفائض ديال السميده كنحيدو ليها. ها انتما كي جات محمره لانه هذيك الدور ديال داك الزبده اللي كندهنوا بها المقله تتعطينا احمرار زوين بزاف بزاف اخواتي. ما تنساوش هاد القضيه هادي، غادي نقطعها معكم اخواتي باش تشوفوا، كتجي واعره وبزاف كاع زوينه. نتناولوا هكا مع قطعه من الجبن ولا الفرماج ولا الزيت ولا اي شيء ولا عسل ولا اللي بغيتوا اخواتي، نقطعها معكم راه كتجي رطبه وهشيشه كتذوب في الفم ذوبان اخواتي. ها نتوما نقطعها هي باقا سخونه ما شاء الله. ها نتوما كنتمنى تكون الرؤيه واضحه. غادي ندير في واحد القطعه من الجبن. ها نتوما اخواتي يعني تبارك الله كتهرس والهشيشه بزاف بزاف كتذوب كي قلت لكم في الفم. ها نتوما كتجي واعره بزاف، نعاودوها نصايبو هكا في الديور ديالنا احسن ما نشريوها من على برا. كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم، وتابعوا اختكم خديجه والله يخليكم والله يسهل امركم. ها نتوما اخواتي كتجي يعني زوينه بزاف. ها نتوما كتجي يعني انا وحتى هنا تيكون الفيديو ديالنا سهل. نتمنى نلقاكم نتوما احسن حال واحوال، والسلام عليكم.